فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال ابن شهاب يعني قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني بعد سلام الإمام فإذا قام يأتي بالركعة التي بقيت له. نعم. قال ابن شهاب: وهي أي صلاته إليها أخرى السنة، يعني السنة أنه إذا أدرك ركعة أن يأتي بركعة أخرى يتم الركعة، يتم بها الركعتين. وقال: فإن لم، وهذا منطوق، والمفهوم أنه إن لم يدرك ركعة لا يأتي بركعة بل يصلي أربع ركعات. ولأن النبي قال من أدرك، في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي لها بأخرى، من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي لها بأخرى. والمعنى هنا: إن لم يدرك الركعة فليصليها ظهرا. شفاكم الله وعافاكم من البراء، شفاكم الله وعافاكم. من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي لها بأخرى، مفهوم المخالفة: إن لم يدرك ركعة فليصليها ظهرا. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا المدينة، وأبي قال ابن مسعود وابن عمر وأنس وغير وغيرهم من الصحابة والتابعين والليث والشافعي وأحمد ومالك. طبعا دليل ذلك في قول ابن شهاب: وهي السنة، يعني من السنة أنه لو أدرك ركعة من الجمعة يأتي بأخرى. طب ركعة كيف تدرك من الجمعة؟ بالركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ودليل ذلك وبيان قول ابن شهاب هي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم مسندا في المواقيت: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك صلاة. رناك أيها الشامي النبيل. وهذا عموم، من أدرك من الصلاة ركعة يبقى كل صلاة الفجر العصر الجمعة. نعم، وأصالة الكلام على الجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولذلك الإنسان قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. فهو إن أدرك ركعة يعني مع ذلك يأتي لها بركعة أخرى قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك في وقتها، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فليأتي بثلاث ركعات حتى يتم العصر. يا رب أمين يا رب، رضي الله عنك يا رامي، أحسن الله لك يا حبيبي. فإدراك الجمعة بإدراك ركعة. لكن مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين قالوا من فاتته الخطبة صلى أربعا، واحتجوا بأن بالإجماع على أن الإمام لما يخطب لم يصلوا إلا أربعة. وهؤلاء أيضا لهم مندوحة من حديث عمر بن الخطاب أنه قال الخطبتان محل الركعتين، الخطبتان محل الركعتين. وده قول مجاهد وقول عطاء وقول كثير من التابعين، قالوا لمن لم يدرك الخطبة يصليها ظهرا، وهذا مخالف لما عليه جماهير السلف والخلف. اللهم أمين. وقال أبو حنيفة أبو يوسف وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا كلام قوي، وقد أدرك جزءا قبل السلام ومأمور بالدخول معه، والذي فاته ركعتان فيقضيهما لا أربعا. وحقيقة الأمر كلام الحنفية كلام قوي، بأن النبي قال: من إذا أدركتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فاته ركعتان فيلتم الركعتين. لكن هذا عام مخصوص بقول النبي: من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي بركعة أخرى. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، مخصوص بقول النبي: من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي بأخرى. مفهوم المخالفة: إن لم يدرك ركعة لا يأتي بأخرى معها، يصلي أربعا. قال مالك: الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام ويفرغ من الإمام من صلاته
فإن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس. المعنى أنه صلى ركع ورفع مع الإمام أدرك الركع، بقي له السجود، ما استطاع للزحام، إذا سلم الإمام وقام الناس يسجد هو يدرك ويأتي بركعة أخرى، لأنه بالركوع فقد أدرك الركعة، لأنه بالركوع فقد أدرك الركعة، وتتم صلاته بذلك أن يصلي ركعتين. ولم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا. والصحيح أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذا أدرك الركوع، وهذا ورد موقوفا ومرفوعا، والمرفوع صحيح والموقوف هو صحيح. وحديث أبي بكر يبين ذلك، أنه ركع ومشى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وأما الإمام مالك قال لم تتم الركعة له إذن يعيد الركعة. والصحيح أن الصلاة تدرك بركعة، الصلاة بالركوع، الصلاة الصلاة تدرك بالركوع، الصلاة تدرك بالركوع. تفضل حاتم تفضل. إذا من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي بركعة أخرى وتستتم له صلاة الجمعة، يصلي ركعتين. والإدراك يكون بالقراءة الفاتحة أو يكون بالركوع لما ثبت موقوفا ومرفوعا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأبو بكر سجد ركعة على بوابة المسجد ومشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالإعادة. فالذي يدرك ركعة من الجمعة يأتي لها بأخرى كما صرح في حديث أبي هريرة، فإن لم يدرك ركعة فليصلي أربعا. أما مجاهد قال من فتته الخطبة لا يصلي إلا أربعا، وهذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف لوجود التصريح من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي بركعة أخرى. أحبك الله دحبتنا فيه. الفوائد المستنبطة: عمل أهل المدينة حجة عند مالك، تدرك الركعة بالركوع، الجمعة مخصوصة من عموم قولي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رضي الله عنكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيي.